هو باعك، فده نفسه بيكي. لو كان بجد بيحبك كان جه هنا وخلصك. انت مش ربنا عشان تنهي حياتي قصاد واحد انت معرفتش توصله. عايز تعلق شماعتك عليا عشان تعرف تنام بالليل ضميرك مرتاح، مش كده؟ وانت عارف كويس قوي ان انا ماليش ذنب. عندك حق، انا فعلا مش ربنا عشان ما اقدرش ارجع اللي مات. بس انا كنوح اقدر اموت اللي عايش، خصوصا ان فيروز برضه ما كان لهاش ذنب انها تموت. ذنبها انك انت ابوها. وعشان انا ابوها يبقى لازم انتقم من اللي حرمني منها. انا ما اعرفهاش ولا حتى شفتها قبل كده. وليه يا امير يقتل بنتي وهي ملهاش ذنب في اي حاجه؟ انا ما قتلتش فيروز يا نوح. امال مين اللي قتلها؟ سيف العزاز اللي قتلها. عشان خاطري يا نوح، عشان خاطري سيبها. ارميهم في المخزن. ومين بقى الشخص اللي نفذ لسيف؟ باشا دي حاجة تعرفها من سيف نفسه، وغالبا مش هيعترف لك إلا لو المسدس في نافوخه، حاجة كده زي مشاهد الأفلام الأمريكاني. شكلك بتحب الأفلام الأمريكاني أوي يا باشا. طب تحب تمثل المشهد ده؟ لا أنا ممكن أكتبه، بس لو تحب أجيب لك اللي يمثله. خلاص إذا كان كده بقى يبقى قضي الأمر. مش مهم أنت شايف نفسك إزاي، المهم الشركة شايفك إيه. وهم شايفين إيه بقى؟ شايفينك مركز في الصراعات الشخصية وعايز تكبر نفسك على حساب الشركة وساب التجارة تضيع من إيديك. أنا ماليش ذنب يا مدام، كل ما بيكون حد في طريقي بحاول ازيحه. انتوا بتمنعوني، انتوا اللي بتعجزوني يا مدام. انت خدت فرصتك كامله ولبست سليم في نوح، ومع ذلك زي كل مره البضاعه كانت بتضيع منك. يعني انتوا جايين دلوقتي عشان تحملوني المسؤوليه؟ ومين ممكن يشيلها غيرك؟ انا ما قلتش كده يا مدام. الشركه بتدور على بديل يكون كبير التجارة دي. انت بتقولي ايه؟ انا اسف يا مدام، ما اقصدش طبعا، بس ده شغل. وسيادتك يعني عارفه ان انا خسرت خساره كبيره قوي، فما ينفعش واحد يجي وياخد كل حاجه على الجاهز. انا مش هشتغل تحت ايد حد تاني يا مدام. حتى دي مش مضمونه. ماشي، يبقى ترتبي لي ميعاد مع الشركة ونتفاهم. عمرك شفت حد بيتفاوض مع الشيطان ويطلع كسبان؟ رجع الفلوس اللي وصلت لك على حساب الشركة يا سيف. انت دلوقتي مطلوب، واكيد كل أرصدتك في البنوك مرصودة. فك الحبل يا حربي، فكه، احنا مش جايبينه نعذبه. متخافش يا سالم. انا مش خايف، انا عارف اصلا انكم مش هتؤذوني، وابوي مش هيسيبني هنا اكتر من كده. دي بقى ممكن نتاكد منها دلوقتي. بابا فين؟ خرج. طب بتعمل ايه هنا؟ مفيش، الفايل اللي فيه التاسكس المهمه بتاعت الشهر اللي جاي نسيته هنا عند سيف بير عزازي ودخلت اجيبه. ايه ده، انت لسه واصله ولا ايه؟
مش مهم. هنبدا الكورسات؟ يلا بينا، قاعة الكورسات كلها تحت امرك يا رودي هاني. تعال. زي ما تكون لعنه واتكتبت علينا. مفيش حاجه اسمها لعنه، كل حاجه وليها سبب، وكل حاجه حصلت زمان بندفع ثمنها دلوقتي. بس انا دفعت ثمن كبير قوي يا جان هانم. في موظف واقف بره ومعاه ورق وبقول ان لازم حضرتك تستلميه وبنفسك. خليك اتفضل. في اختار حضرتك لازم تستلميه بنفسك. ممكن تنضم يعني؟ بيعلم المحكمة قضية مرفوعة عليا. قضية؟ مين اللي عمل كده؟ بيري خالتك. يعني ايه ضد مجهول؟ يعني دم ابوي راح هدر؟ لا يا ايمان، وانا مش هسيب دم عمي يروح هدر، مش هسيبه يروح هدر. سيبيني يا ايمان، سيبيني اصفي حسابي مع العطارين بطريقتي. تاني هتقول لي العطارين؟ هو انت عشان ما عرفش توصل للي قتل ابوي مع الحكومه تقوم تصفي بحساباتك معاهم؟ ايمان، احنا طول عمرنا بنقول عليكي واعيه وناصحه وبتفهميها وهي طايرة. فكري، مين اللي ليه مصلحة في النجع كله في قتل عمي غير العطارين؟ مش هتلاقي، مفيش غير العطارين. أول هام عشان ينتجموا لنيابة المجلس اللي راحت منهم، وتاني هام لما رحت أنا وعمي لزينب وقلنا لها موضوع العمودية. تفتكر يا إيمان إن كل دي مش أسباب كافية؟ طب اسمع بقى يا واد عمي، أنا دلوقتي ولا معاك ولا مع العطارين، أنا مع اللي هيوريني الحقيقة بعيني. عندك حاجة ضد العطارين؟ قولها لي. ما عندكش؟ ما تجيب السيرة جوزي على لسانك واصل. ماشي يا إيمان، وبكرة الأيام تثبت لك إن كلامي صح. أنا عايزاك بقى ترتاح خالص وما تقومش من السرير، اتفقنا؟ ارتاح. ما فيش حاجة اسمها راحة. راح ده وهم، واحنا اللي عايشين فيه. المهم الرضا. الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يا مروان، عشان انت عمرك ما شفتيني من جوايا يا ندى. طول الوقت كنت بتحاولي تكسريني مش تساعديني. انت الضربة الوحيدة اللي خدتها في حياتي بجد. قصدك ايه؟ ولا حاجة، أنا بس تعبان شوية. طيب أنا ممكن أطلب لك الدكتور لو تحب. ملوش أسمع، أنا عارف إيه اللي هيريحني. أنت طالق يا ندى. وديني ما حسيبك يا ابن العطار. كل ده هدفعك تمنه. دم برجي وخاطف سالم. اوعى يا ابن العطار تفتكر انك هتفلت مني. افلت منك؟ انت مكبر المواضيع يا هارون. انا قلت اثر عليك السكك،
عشان ما عنديش وقت للفرهده. السكه القصيره مش دايما تبقى امان، ساعات السكه الطويله بتبقى امن. انت اتفرعت يا ابن العطار، واللي انت عملته ده ملوش غير تمن واحد، الموت يا ابن العطار. معلش بقى هارون، كل واحد وليه دماغه، وانا دماغي جابتني لحد هنا. ولو بتتكلم عن التمن اللي لازم يدفع، فبري كان لازم يموت قصاد ابني اللي مات في بطن امه. واحمد ربنا ان انا ما خدتش ابنك في رجلين، بس انا رقبه ابني غاليه قوي، ما تكفينيش فيها رقبه عليك كلها. المهم ابنك في الحفظ والصون، تعال استلم وقت ما انت عايز، بس ما تجيش غير وانت معاك عقود الارض بتاعت رهام. سيب العقود وتاخد ابنك وتشرب قهوتك وتتوكل على الله. ماشي يا ابن العطار ماشي. انا كنت بكلمك عشان اديك فرصه اخيره، لكن الظاهر انك انت مش عايزها. بس المهم يكون نفسك طويل، نفسك طويل يا ابن العطار، سمعني؟ وانا قلت اللي عندي ومن غير سلام. ايه الاخبار يا يوسف؟ تمام يا طارق يا باشا. اياد قابلني واداني الملف ده. تمام. وفعلا الملف ده فيه معلومات خطيره نقدر نحبس بيها سيف العزازي على الاقل الفتره، يمكن ساعتها نمسك عليه حاجه ضده في اداء السلاح ونضايق عليه الخناقه من كل النواحي. دي معلومات خطيره فعلا. طب كويس، انا عايزك انت بقى اللي تتحرك بالملف ده، ده هيساعدك في رجوعك للخدمه. لا يا طارق يا باشا، انا كده احسن بكتير بصراحه، الحياه فيها حاجات احسن بكتير يا عائشه. تمام، بس ابوك لازم يعرف الحقيقه. هيعرف، بس على الاقل لما سيف العزازي يقع عشان حتى يصدق. الدور اللي انت عملته ده ساعدنا كتير قوي، واللي انت بقى مستنيه واللي سبت خدمه عشانه خلاص على بعد خطوه مننا. ربنا يوفقك يا طارق باشا، وانت قدوه لاي ظابط في الداخليه، وانا فعلا لو كنت كملت في الداخليه كنت نفسي ابقى زيك. جبت ورق الارض معاك؟ اوعى تكوني فاكر انك انت بتلوي دراعي، انا ما كنتش ناوي اكل حقك. ازاي يعني؟ ده انت حاولت تقتلها وقتلت ابني. خلي بالك انا رهامه هي اللي منعتني عنك، لولا هي كنت بعت لك راس ابنك في كيس. كنت هتحكم على روحك بالموت. احنا فيها، انا قتله وانت وريني هتعمل ايه. يحيى بعد اذنك انت وعدتني خلاص. وعدتك يعني ايه؟ ده بيهددني وفي بيتي، انا ممكن ارجع في كلامي عادي. قصر الكلام يا يحيى، وين سالم؟ انا هسلمك ابنك هارون، بس خلي بالك ده مش نهايه القول. انا هاجي استلم الارض بنفسي واحط حولها سور، وساعتها الله يوفق قصادي. انت فاهم مش هيبقى كلام. حربي هات له ابنه. كيفك يا سالم يا ولدي؟ زين يا بوي. ابنك محدش جه جنبه يا هارون، اهو قدامك اهو. اوعى تكون فاكر انك انت عشان كسبت المره دي تكسب على طول. انا بعرف اكسب على طول. الزمن بينا يا يحيى عطار، الزمن بينا. يلا يا سالم يا ولدي. يلا يا بوي. شكرا يا يحيى. على ايه؟ على انك سمعت كلامي وما تعاملتش مع هارون باللي يستاهل. الورقه ده مش نهايه الجول، حرب مع هارون لسه ما ابتدتش.
بونسوار. أنا سلمى. سلمى؟ سلمى كيف؟ سلمى زين العطار بنت جهان الفخراني. سلمى لا في ده ما صار جيجي كبرتي. اقعدي 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 ازيك؟ تمام. عامله ايه؟ الحمد لله. دورت عليكي كتير لحد ما لقيت عنوان الفيلا، قلت اجي احكي لك قبل ما تيجي ماما. انا ما كنتش اعرف كل التطورات دي. انا كل اللي فكرت فيه اني اخد اجراءات عاديه. انا بره مصر من سنين طويله قوي، ودلوقتي شغلي هيبقى ما بين سويسرا وهنا، فلازم كل اموري القانونيه تكون سليمه، ومنهم طبعا اعلام الوراثه. مجرد ان انا كنت عايزه اعرف حقي فين بس. كان ممكن تيجي الماما على طول بدل القواضي وكل الكلام ده. انت عارفه انا ما اتقابلتش انا ومامي من قد ايه؟ كتير قوي، ودي مجرد اجراءات عاديه. عارفه بس هي بتحبك ومحتاجه لك قوي. دي ما كلمتنا عنك. وانا كمان بحبها قوي قوي، بس انا مش عارفه بعد السنين الطويله دي هنتقابل ازاي، هنقول لبعض ايه، هنتكلم في ايه. قولي كل اللي انت عايزاه، بس ما تقولهاش لنا كده وكلمت معاكي في حاجه. ولو طلبت منك تيجي القصر تعالي، هي محتاجه لك واحنا محتاجين لك. الدنيا بقت فاضيه علينا قوي. حاجي الورق ده لازم يتسجل النهارده، تخرج من عندي على الشهر العقاري والبنوك، كل حاجه لازم تخلص النهارده. حاضر يا سيد بيه، ما يكونش عندك اي مشكله خالص، بس أنا لازم أعرف حضرتك ليه عملت كده فجأة؟ أنا المحامي بتاعك، ومن حقي إن أنا أكون عارف كل حاجة. هفهمك على كل حاجة، بس خلص أنت بس. حاضر يا سيدي. اقعد يا حبيبتي. في إيه يا بابا؟ مضيع الورق اللي خلص. حاضر يا سيدي. ورق إيه؟ أنا يا حبيبتي قررت إن أكتب كل حاجة باسمك. باسم انا؟ ليه؟ عادي، يعني داخل المشاريع جديده وكتيره، وعايز ابعد الضرايب عن عيني شويه. ده بجد يا بابا؟ بجد يا حبيبتي، انا ماليش في الدنيا غيرك. ربنا يخليك ليا. انا هطلع كل اللي عملته فيا لما كنت بطلب منك فلوس. انا واثق انك هتتصرفي صح. انت كبرتي، والفترة اللي قضيتيها في المجموعة أكيد فهمتي كل حاجة. طبعًا، بنتك بقت بيزنس وومان شاطرة جدا. عشان كده هعتمد عليكي. استني، املي بالقلم ده عشان فيه البركة. ايه يا بنتي؟ سرحانة في ايه؟ ايه ده؟ مفيش، مش لاقي حاجة اعملها، قاعدة زهقانة. هو انت جيتي بسرعة كده ليه؟ زهقتي من نجع ولا من فارس؟ فارس ايه يا هبل؟ فارس ده اصلا حبيبي. اما بقى النجع، بحس هناك كده براحة غريبة عمري ما حسيتها في حياتي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نسافر يومين. يا بنتي انا لسه ما غيرتش هدومي، عايزين نسافر تاني؟ انا مخنوقة مخنوقة وزهقانة ومش طايقة نفسي. اقول لك على سر؟ أنا قبل ما أتجوز فارس كنت كل ما بزهق بطلع همي في الأكل، إيه رأيك؟ بس يا حبيبتي بس، أنا أصلاً خلاص عديت الليفل ده. طب ما تيجي نخرج. سلمى أنت عبيطة صح؟ قولي إيه اللي مخليكي مش عارفة تنامي وعمالة تفكري كتير كده؟ مش عايزة تحكيلي صح؟ بكرة بقى هتجيلي وأنا اللي هقولك لأ، أنا طالعة أنام. يا علي وحشتني. سلمى بتقولي حاجة؟ لا يا حبيبتي بكلم نفسي عادي.
ماشي، ربنا يشفي. كيفك يا سلمى؟ مهما بعدت هرجع لك تاني. وانا كمان انا خايف مني. اللي حصل ما كانش قليل، بس انا اتغيرت. وانا كمان، ودي المشكله. يعني زمان لما كنت بجرب لك بعدي، وده بنى جوايا صورة عالي قوي. ما استسلمتش وفضلت اهدي فيه، فضلت اهدي فيه لحد ما نفسي اتقطع. مش يمكن لو قربنا تاني الصورة هتهد؟ يمكن، بس محتاجك تطمنيني، محتاجك تكوني عايزاني. أنا عايزاك. نوح مش هيطير ولا هيختفي يا ست خديجة. أنا مش جايلك علشان تسمعني الكلمتين دول يا سيف. أنا جاية عشان أعرف وأسمع إزاي نوح هيطير ويختفي. إحنا ما بيننا وما بين بعض اتفاق، ولا انت نسيت؟ خديجاني، ما انا خسران بضاعه بالمليارات، ودنيا مقلوب عليا. الموضوع ده حصل مرتين في فتره قليله، وده بره الاتفاق. بمعنى اصح ما يخصنيش. انا وافقت ادخل لك بضاعه قصاد راس نوح، والاتفاق كان سلم واستلم، ولا ايه؟ ست خديجة كيف عليها شوية؟ ده نوح برضه. وانا لو مش عارفة انه نوح وعملاله مليون الف حساب يا سيف، ما كنتش جيت لك ووافقت ان انا اقف قصاده وادخل لك بضاعة من وراه. اديكي شايفة وبتقولي الصح، الحكاية مش سهلة. سهلة ولا صعبة؟ أنا عايزة أبص في وش ولادي أحس إن أنا أخدت حق أبوهم اللي اتغدر بيه. وأنت يا سيف أكتر واحد عارف إن توحيد اتغدر بيه، ومش هسمح أبدا يا سيف إن اتغدر بيا تاني. ولو ما نفذتش اللي اتفقنا عليه، أنا ليا مليون طريقة أعرف أخد بيها حق. انت جاية مكتبي تهدديني؟ انت اتجننت ولا ايه؟ لا بهددك ولا اتجننت،
أنا واحدة محروق قلبها على جوزها وولادها، ولادها اللي مش عارفين يناموا لغاية دلوقتي، يشوفوا كواجيس، يشوفوا أبوهم دايماً بيتقتل قصاد عينيهم، ولغاية ما تثبت لي إنك معايا يا سيف وقلبك عليا، أنا هعتبرك إنك شاركت في قتل توحيد. فكر. ادي اخرة اللي يمشي ورا النسوان. تعالى يا رضا. مش هتريحني يا تيم وتقول لي انت جايبني هنا ليه؟ الله، هكون جايبك ليه يعني؟ جاي نقضي مصلحه ونمشي على طول. بتفائل بيك يا ستي. الله، مصلحتي في الحته المقطوعه دي؟ وبعدين انت حبايبك كتير، مش جايز يكون كمين؟ انا قلبي مش مرتاح للمكان ده. لا ما تقلقيش، خلي على الله. وبعدين انت مع تشيمو. انا مش فاهم الكلام اللي انت بتقوليه ده. معنى الكلام ده ايه؟ انا مش فاهم. انت مش ادهم، انت عايز الزين العطار. أنا مش مبسوطة وأنا بقول لك الكلام ده، بس للأسف هي دي الحقيقة. يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت أخونا فعلا، أنت ابن زين العطار. أنا كنت عند سماسم يا عز، عارفها؟ سماسم؟ أنت عرفت سماسم منين؟ قابلتها وقالت لي كل حاجة، ده غير إني طبقت شهادات الميلاد. يعني اللي في الصيادين ده يبقى أخوك، وأخونا إحنا كمان. عشان كده بابي في وصيته ما جابش سيرتك، ما قالش اسمه، قال اسم ولاده بما فيهم أدهم. إنما أنت تقال له إنك اتقتلت مع غادة مامتك. وبعدين إيه؟ يعني أنا المفروض أدهم ولا أنا عز ولا هو أدهم؟ أنا مش فاهم. مش فارقة بالنسبة له، هو مش فارقة، هو كده كده ملوش اسم قانوني على الورق. خليك انت ادهم زي ما انت، هو يبقى عز. هنقول له ليه اصلا؟ طبعا هنقول له، بقول لك اخونا. بعدين انت المفروض الموضوع ده يبقى فارق معاك اكتر مني. لا اصلا انا اتفقت مع مدام جنى على حاجه تانية. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ رد عليا. اتفقت مع ناس تخلص منها. نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل، مستحيل مامي تكون اتفقت معاك على حاجه زي دي. مستحيل ايه؟ هي اللي جايباني اصلا على اني ادهم. انا بعمل كل الكلام ده عشان اطلعها من المصيبه اللي هي عاملاها. مش وقت الكلام ده دلوقتي. اتصل باي حد وقف المصيبه اللي انت قلتها دلوقتي حالا. ايوه يا دمبي. معلش انا عاوزك تأجل الموضوع اليتيم ده شويه. في حاجات استجدت كده محتاجة أتأكد منها الأول، وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده. والله ما كانش ينعش، أنا اديت الأوامر خلاص. ويا عالم بقى، ممكن يكون الرجالة نفذوا. يعني إيه؟ أحاول أتصرف وأبذل قصارى جاهدي، بس بقى لو حصل هنعمل إيه؟ قدره عمره راح. أرجوك يا سيبي، أرجوك اتصرف، الموضوع مهم جدا. طب ما تتصرف انت بقى، هو موجود في المستودع الكيلو 24، وانت وشطارتك بقى يا سيف بيه. ما ينفعش يا سيف بيه.